ولسه مع نادي الزمالك وازمه جديده مرتقبه منتظرها النادي الزمالك خلال الفتره من 10 ايام كده، وهي ان نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي امامه حوالي 8 ايام للحصول على حكم جديد ضد نادي الزمالك في محكمه التحكيم الدوليه في قضيه غرامات اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، واللي وصلت لمليون و200 الف دولار لصالح النادي البرتغالي، والمهله المحدده للزمالك حتنتهي يوم 10 ديسمبر الجاري. طبعا في حال عدم الحصول على حكم هيتم ايقاف القيد لنادي الزمالك لفتره ثالثه، لان النادي لم يحصل على مستحقاته حتى الان، ومجلس الزمالك يعني عقب عودته للاداره مره ثانيه شكل لجنه لحل هذه المشكله خلال الفتره اللي فاتت، واكد ان هناك مستندات ستنهي ازمه القيد وسيتم تقديمها للاتحاد الدولي خلال الايام المقبله. نقطه مهمه جدا ان هيبقى في تصاعد للاسف للعقوبات زي ما كنا كده مع حضراتكم فرضنا بيها، جايز توصل لان ممكن يكون في هبوط للقسم الثاني او الدرجه الادنى لنادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك او مجلس ادارته بيتعهد لحل هذه